هنا حقول الموت في زلاتن، حقول خلفت فيها كتائب القذافي أعدادا لا يمكن حصرها من الذخائر والألغام. وهؤلاء هم سكان محليون يعملون بأيديهم في محاولة لتنظيف الحقول من دون أي وسيلة حماية على الإطلاق. يستخدمون وسائل أقل ما يقال عنها إنها بدائية للغاية بعدما تلقوا تدريبا ميدانيا بسيطا. الناس اللي تقوم بنزع الألغام معنا قمنا بتدريبها لفترة وجيزة على عين المكان أو في الموقع المواقع، وقمنا بتدريب تدريب بسيط. وطريقة النزع يعني عبارة عن بالواخزات العسكرية، هي معروفة، واخزات عبارة عن حديدة طويلة هكي وتطلع بها، والجرافات الزراعية يعني الصغيرة هذه الخباشات يعني نقول لهم. وهنا منطقة النفلية التي كانت تتمركز فيها كتيبة خميس بوصفها أحد خطوط الدفاع الأولى عن العاصمة. زرعتها الكتيبة بالألغام المضادة للأفراد. تتكون فرق نزع الألغام من متطوعين مدنيين يعملون من دون أي وسيلة حماية. من سكان المنطقة وعندي مزرعة أنا، والمزرعة فيها نزعنا منها ما يقارب 530 لغم، اللي هي يعني كل مزرعة فيها 500 إلى 600 إلى 700 لغم. المشكلة لا تقتصر على غياب الحماية للفرق المحلية، بل في عدم القدرة على رسم حدود حقول الألغام ومواقعها ولو بشكل تقريبي، إضافة إلى وجود السكان في مزارعهم. حدائق الموت، هكذا يسمي سكان زليتن المناطق الزراعية المحاذية لمنازلهم وفي مدينتهم عامة، والتي زرعت بأعداد عالية جدا من الأفخاخ والقنابل العنقودية والألغام المضادة للأفراد، ولهذا فإن أعداد الإصابات في صفوف المدنيين تعد مرتفعة. نزور المستشفى المحلي. عبد الفتاح ومحمد أصيبا بانفجار لغم أرضي مضاد للأفراد، هما بقيا على قيد الحياة مع إصابات شديدة. يقبعون هنا لوحدهم بانتظار عودة عائلاتهم من مراسم دفن إخوتهم الذين أزهقت الألغام أرواحهم. سلام خضر، الجزيرة، زليتن.